انت معهم في ذا ولا ضدهم؟ من ريال يا عمي تيه بس يا حبيب قلبي، حتى لو اكل انا الواحد يدفع حتى اصحاب المطعم. ايوه اعطوا مسامحه حقت عليه يوم ابراهيم عيد طلعني هنية، يقول صاحب الكلمه الشهيره كوميديا طلال الوادعي في ذاك منك اسمه جبران. انا مكذب عليه، قلت ان اسمه جبران. ومن ذا قايله كذا؟ من ذا من زمان من اسمه جبران. يوم قال ترى الوضع جاء قال اسمه جبران. طالع فيه مو وقت مو وقت يا حمدين اهلك، خلي الكذب بعدين، انا بطلع برا القريه. ايش سالفه جبران ذا؟ يا اخي كل ما اجي اكل عنده قال اسمه جبران. ليش؟ هلا حبيبي. سجل جبران ومحسن على حساب الكويشي. كل ما جيت عنده اقول اسمي جبران، كل ما عنده اقول سجل. ازوق. لين جا غازن طيري الله. ولا كان قد متنت. يا ولد. اكو ولا حاسب. اما اقسم. ايوه ولدك. ايوه. يا الله. خله يروح يدور جبران هنا فين في الاوراق. رقم مجهول. جبران عندكم واجد؟ ايه. ها؟ اكثر ما عندنا جبران. جبران، جابر، مسعود. مهدي ولا مهدي؟ يكتب مهدي، لكن احنا نقول مهدي. لام قمرية ذي يا ابوي. مدري لام شمسية. مهدي كذا. لكن يكتب في الأحوال مهدي. وش أغرب اسم عندكم؟ مقضي. ها؟ مقضي. هنيكم والله. بسم الله كل ما إليك يا ابني. هذا ما ينفع هذا. ليه؟ مرة. عفوا. يسبب هنا مشاكل. والله؟ 13 يوم مداقش، تبغى شيء يطلع منك ما يطلع منك. علي. اشرف على مطعمنا كم؟ ها؟ روح. انت معهم المطعم؟ اي معنا. ها؟ كم اشتريت؟ اكلت من عندي؟ حبيبي. اخطب. كم اكلت؟ براشد ابو تلقي. اكل لقمة. لقمتين. غازي عندك سمعت؟ خالد. شو يا خالد؟ انا بدفع ريال ونص، اكل من عندي. خلي المكان العيشه وبطلع الحين انت وياه. بدفع باكل ريال ونص. انا مالي دخل واتمنى والله اني اكون. باكل ريال ونص، بدفع ريال ونص. انت معهم الناضج؟ لا معهم. ما اخاف خذ راحتك. ها؟ بلوتشي يعني معهم؟ لا معهم انتم. بلال، بلال، ايش بيدخل بلال؟ جابر بيمسك التسويق كامل لشركتنا. عبارة يا سلام يا سلام. عندنا شركة الآن، عندنا عبارة عن طبعًا. شاورما، وعبارة عن كافي فلوتشي. اي تونا بنفتح هنا فروع ان شاء الله كبيرة. شاورما وفلوتشي. اي انت مانع ابوي. طبعا المدير التنفيذي احسدنا. لا والله انا صادق، والله صادق. مدير المركز الاول الناضج وركن القصيم صح؟ نعم. اي هو المركز الاول الناضج وركن القصيم. طبعا المدير التنفيذي للشركة ابو تركي. وهو المشرف العام. وهذا مسك التسويق وانا بمسك الحسابات وبمسك كذلك الاشراف على الكافي. يسوي شغل. تبغون كلب حراسه؟ الله يعزك يكرمك. عليكم السلام. الله يعزك. ولاول مره بتشوفون طلال بنحط كراسي برا الكافي، بنجيب جرايد صحف بار كوره ما كوره. السلام عليكم. شاي بعد. سب جاي. يا شباب من بيفطر يا شباب؟ أنا. وش يا حصل؟ يلا من بيفطر؟ ها؟ ما بي والله. إيه تفطر أنا. أنا بستفطر بقى عندي موظف. كيف؟ من بيفطر؟ لأن أنا مشغول ترى. ما عندي مشكلة. الله يخلي لك أهلك إن شاء الله. مشغول ها؟ ويخلي لك عيالك إن شاء الله. صدق ها؟ إيش؟ والله هيك.
مشغول مع الري مع الشيخ شيخ القرية. حتى انا معك ترى. بعد. ما شغل. عطى ليش تشوف يا ابو شيخ؟ على حسابك؟ يا لا اله الا الله. وراش ليش تشوف خلاص ما على حسابك؟ خلوش يا رجل. خلاص يا شو اخي نوير نوير تبي ولا لا قل له يا اخي خلاص لا يا بيخ معك موجود الخير موجود راشد هلا ناظر الرجال هلا حبيبي على حسابك اثنين شكشوكه عندي خلاص عنده عندي عشان اسجل عليك عندي اقول لك واجد انا سجل اثنين شباب موجودين كلهم كلنا نفطر مو بشغل افطرت عينك ان شاء الله خلاص عينك الاولى والثانيه كلك ايش رايك بدعاوي ذا الرجال استريحوا ان شاء الله يعني ما خير الدنيا زوال ما هو يا ابو زرتي قلب حالك في شاهي هذا خلص 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 الله يرحم امشي امشي لك طال عمرك بس حالي حالي ان شاء الله عطر عطر واحد عطر واحد الحمد لله قول الحمد لله ايه يا اسمع شوف الزين كله زين 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 الله يبيض وجهك حي الله ابو راشد لك الله مسعودنا يا شباب اسحب اسحب الطلب ورا عندك تعال زين يا خال بني ها اشهد لنا يا خال محافظ زي علبه كم حبه اسوي ابو راشد طقط مرحبا ما اسهل يا ابو حوح ها ما طرق النافذه ابو راشد رحب والله لا اثمك لا ظهرك ما تدري ايش الحين لا اله الا الله انك ما تقدر والله لا اله الا الله انك مرحبا ما اسهل يمكنك تشوفني ضعيف كذا وزني 56 اقرا والله اشلك من جنبك هناك انا اشوفك قوي اراده واشوف انك تاكل وتابشح ترى راس مالها شخطه قلم شخطه قلم او يلغي يلغي الشيخ يلغي ارحب 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 مليون والله نسيت من قلم شخطة قلم في أقرب دينا إلى صيحة أقول الله يا رحمة إلى صيحة في أقرب دينا قط على عناه أقول قط على نساك ما في صيحة يا باطل متجمل لك بمياه في بطنك أقول معك وأبو محمد ها تشوفني موظف من كفو أنت ما تدري موظفينك من بعد لا 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 من هو سلطان السهري أيوة صفقة ها يستاهل هذا من برضه محسن البريك ويستاهل ها ما بحال موظف ترى الوادي ها يستاهل مقرن الشواطي اصص يستاهل بعد بقواه هذا نطيري الله والله بسيط يا رجال فكر فكر طال عمرك كلهم لا يمشون على الارض هم اقول طيران سبحان الله ابشر بالامسيات الشعريه بعد ابشر بالمسلسلات الكرتونيه نبي شاهي شاهي عطني بياله شاهي 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 كمبيوتر تدري انك كح اليوم قبل الظهر نطيت لبست الثوب اذنت تدري انهم زي الوحوش في المسجد صح عطى طب الطب صنفه عندك رئيس قريه ايمان عندهم شغال يا ايه ها جزاهم الله انت تسولف معي احنا انت في المركز في المشاكل عطر الشاي الثاني تكفى تراني حولك انا ضيف ضيف يستاهلون يستاهلون يستاهل الطيب الله يعافيك ابو عمرو هذا كسكر يبقى والله في قلبي بيض وجهك بيض وجهك كانه رخص سكر ها رخص نبه سكر رخيص تجي تجي اثنين شكشوكه الحين على حساب ابو راشد لا هدي يعني جايه الامور الامور زينه جاي بالطريق ان شاء الله وكل يوم بعد باقي فيها نعم يا طول العمر متى نبدا مهامنا الفعليه ها بعدين اقول داوم داوم يا ريت انت جاي ضيافه صح انت مقرن سلطان السليم مسجد وانا هذه رئيسية بس بالفعل كل نية
كلني يسب لا اي شيء ولا انجبيت كلنا ضيافه وقلنا لقينا شيء نوسخ كلنا نضفي مشربي مشربي وجل هم ها منعني ها تعبان ابغاك تقدم وظيفه قد شفت الحقيقه ابغاك تبتلعون نقدر عمل جذورها ابغى ابتلع يا سلام يا سلام نبغى نحرضها حظ احنا طالبين اثنين خل بجي الثاني الحمد لله يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم ليش انا زيد واحد شوف كيف ايش تبون يا شباب ها خلاص ها ما تشوني رسمي اليوم لا خلاص بس كفولوا كلهم شيخ القريه نعم يستاهل الله يستاهل ابو يمكن اخصم عليك انتبه ما عندي الا خصم مرجوك يا فلان تبغى تخصم على اخوك البارح اخوك روعني وش حال اخوك مدلعنا انا سولف اخوه بغى يذكر له سالفته فيها وتو قاعد يحضر قبل شوي شوفين حضر جن انت لا شوف ها حضر جن عسى الله ما يبغى لا أعوذ من الشيطان ها؟ ولا أعوذ بالله من الشيطان حلو وش هو؟ كم تجي تفطر؟ في بلد من ذي الشيء في شيء بسم الله عليك يا جابر في شيء أنت يا أخي أنا استأنس على مرجان إذا دعوا يا عماني هو يقول عماني يا عماني أنا خايف بابا أنا خايف بحب أنت شريفه الو الو ما سمعت ها انت فلاش شيك جالس احضر حاجة افا معلمك انا الموضوع ها والله مالي يا خال طلب صحن قبل شوي والله طلب صحن بعد اي والله مالي مرزوق عطنا شطة شطة من ريال دي شطة من ريال لا تتكلم ترى موظف اداري في قرية يا حبيبي عادي اللي كان رئيس القرية قبل والله اكبر صدق والله ناويين صدق معها والله مسجد أقر رشيد ها؟ أقر رشيد رحيد رابح رشيد عرب دائم سالمين ولكن آخر أنا أعلاك مجد أنا غازي مجد انا ان شاء الله يبي لي وسكر لا
نشكر. حكى انني احس بالضحك. اي طيب ها جاسر ذكر حاجة. انني اتذكر بعض الكليمات التي قد استعملها في بعض المواقف. او ماي جاد. ان كنت لا تصدقني فعليك الا تصدقني. افطرت يا ولد. انا والله كلت شكشوكه شوي من هنا. مالي نفس ولا ودي اكل جوعان ولكن مالي نفس. كل. اذا انت جوعان مالك نفس يعني كل. لكن اذا انت من جوعان مالك نفس لا تاكل. والله انا ترى اول اسبوع ما اكل شيء. والله غلط. والله العظيم غلط. لا والله حياتي. انا ما حاسب حساب فلوس اذا تحسب. لا والله كل اسبوع الاول كيف على راحتي. لا ما اكلت. منو انا؟ ما اكلت. انا المسجد النابض انا اول اسبوع انت ما اكلت. قسم بالله ما اكلت. مرتين انت بس مشكله بس. ما اكلت بس؟ مرتين بس. والله العظيم كل يوم اكلت. انا مستحيل افوت لك. انا والله مستحيل. مرتين قلت انت بس المشافي نشبتونا في ريال. ترى ما ذكر غير ريال، ريال بعد عليك ما 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 تذكر احنا نذكر. والله انت تذكر ما تذكر هذا شغل ثاني، لكن اللي ذكر انا كل كنت اكل. والاسبوع الماضي كل الوجبات اكل. مستحيل فوتك. ذمتك ريال لنا. ما حلمت انزل ايه؟ انت ايش طالب؟ ها؟ هو اللي بامك. شكشوك اجل بسبعة. شكشوك بسبعة الفول بخمسة. شكشوك خمسة. فول بخمسة. لا شكشوك خمسة. بسيار. شكشوك بخمسة صح؟ شكشوك بخمسة. حسبان بسبعة. بوري ميريك وياكم كل ده. اليوم عندنا مهمة رسمية عارف. ما في عصير أسود. لا عطني شاي. جيب بيالة. بس جيب كاسة فيه شاي. جيب بيالة بس. يلا. عطني بيالة بس. شاي موجود. يا مرزوق كيف الحال؟ قلة النوم مشكلة. كيف أكل؟ كم الساعة جابر؟ الساعة كم؟ 11:40. ساعة واحدة إلا ثلاث. إلا ثلث. 12:40. إيه سبعة 11. بتلعب على بطل. طبعا انا شيخ القريه ترى يدخل عليكم اي وقابل بطب عليكم اي وقابل هين يدخل علينا. ها شيخ القريه ما تدرون هذا. نعم دقيقه نعم دقيقه. نعم يا شيخ سوري لم اراك. عادي يا اخي والله ما طيب. شيخ خلاص الله يحفظك. تم الاذاعه. شو يقولوا؟ يقول تم الاذاعه. إذا عوشه قلت له ابغى شيخ قال تم الإذاعة. هذا الشيخ ما الشيخ ابو حصه اليوم تسمع له شطي شبه انت تامر علي. لا والله ما عليك بس اليوم ابغى قبل من اليوم العصر ولا المغرب. انا طال عمرك لا يهم الا رئيس بلديه بقيك ولا موظفين بقيك تدري ليش عندنا اسبوع كامل سوف اكرهك في القريه باذن الواحد. تدري ليش؟ لاني راح اخذ الاوسكار الليل. اضحك 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 سلام اضحك سوف نرى. ايه سوف نرى. ضحك ضحكة القتلة المجرمين. حال السكر يا اخي احلى. اوه مصيبه السكر. شوف عند غير
يا غرب طعمه والله العظيم السكر لا لا مصيبة. تدري انك لو تشرب يوميا بيبسي معرض انك تدخل في مرض السكر. الله يستر. هيا بيمشي غير نفس السكر ده. هذا واحد زي اللحم. ها؟ الله عليكم. خلاص شكشوكة. شكشوكة جاهزة ايش بك ها؟ يا يابر جر صوت الحب يا يابر يا غنى حط شطي جابر معنا تعال جابر ياي معاهم هذا يابر سكيني معاهم يابر هلا ايوه كذا ما سد بنزل خمريني مرزوق لا كذا ما سد بنزل تلقاه عاني يعني خلاص شكرا بس اليوم هذه بس تقول له ما عندي شغله بتسجيل طيب ما عليه والله انه مشغول غازي محسن هذا سجلتهم كلهم ايوه خلاص هذا اللي تسجل هذا علي تمام يلا يا قاعد اول هلا الله يصلحك الله يصلحك الله يسعدك تم معك اليوم غازي من ضدك من غازي طيب ضد بلاله انت ومن من بلاله من تمام بلاله احد يبغى بلاله يا عيال انا مع غواز ها خلاص هذه بلاله موجود هذا خلاص تمام بلاله لا يا شيخ مبلغ في عصير عط عصير في اسود او رصيدي مثل رصيدي كيف حصه فطرت الشعب كذا اصفر جيب اصفر بسم الله عليكم ما انت انا اصفر 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 خطا تكتيكي ما انكسر بالحيل ولا ياخذ احمر عقب فهمت بعد جمله طويله سمار جيب لي من كلمه بس اي حاول اختصر من ما راح تفهمونها والله لو قلت هذه لو قلت وضح يمه وضح ما نجي باب القريه يزني سواجته في حصة فلوتشي دليل الفكر التجاري والدعاية افتح عنها فلوتشي انتم مخضينا ما استخدت انت فلوتشي أنا جابر أخذت فلوتشي أنت مين؟ أنا فلان بالله تركي ليه؟ تركي مين؟ تركي ها؟ ومن غير؟ خالد طيب عزاع صالح عن الرئيس يعني شو أنت قهوة مجاني زي ما فطرتك تبغى طعم مجاني يعني؟ ايش مجاني؟ كل شيء بفلوس. كل شيء بفلوس. كل شيء بفلوس. مرزوق في دي اي؟ دي اي؟ ها؟ مجبوس. مرزوق وش بتسوون عشاء؟ العشاء والله بعد فاصل. بعد ايش؟ بعد فاصل اعلاني و والله ما انا داري يا عقب ما تغدى يا ولد كبسة يا رب لك الحمد وشكرا على النعمة استنى تغدى شكشوكة سووا مشويات
شوف يا حبيبي، اول ما تصحى من النوم مغرب عصر ظهر ايوه عشاء مرزوق راد من منير افطر افطر يعني اسمه فطور هذا هذا فطور الحين بالله عليه من كيسك هالسالفه اي من كيسي بالله عندك شو اشتخك ايوه وما اكلت على كريت ايش تسميه فطور احنا وقت غدا اي بس صعب انك تقوم انت الحين ايه من النوم على طول تدب الرز واللحم ما لازم رز غدا خلاص افطر تاكل لك خبزه هذا غدا يعني انت يهمك الوقت نعم والله كيفك الوقت وانت يهمك الوجبه انا يهمني الوجبه مكتوب عليه فطور ايه مكتوب عليه غدا شكشوكه فطور ليه؟ على حسابك يعني انا لو قمت الصبح ايوه الصبح الفطور وقت الفطور وكلت رز يعتبر فطور؟ هي يعتبر لا يعتبر غدا اسمه فطور الصبح وقته فطور بس الوجبه غدا ليه غدا؟ ايه ليه غدا؟ ليه ما عشاء طيب الوجبه؟ ها؟ ليه ما عشاء؟ عشاء بالليل يعني اها هي غدا عشاء لكن ما تصير فطور ليه ما تصير؟ تفطر رز مستحيل اعطى نفسه بس مستحيل انك تغدى شكشوكه يا جماعه خير مش تغدى كبده شو ليه؟ تطلع منها انت خلاص لا معهم انك رجع له رجع وشتغل مشويات شاورما لما تغلوها كذا قصوها وعلى خبز انت انت على شورما ايه ابغى اقاطع الاسبوع هذا كله انا بقاطع الناضج عاد هذا انت ضميرك انا بقاطع الناضج وشورما وي وحلويات القوصيف فلتش يا ما تنتهي ادارتكم من الجوكر قاطعنا نزل جوكر يا ما تنتهي ادارتكم قاطع ليش؟ معايا نزل جوكر نزل ايش؟ جوكر تعرفها؟ تعرف كوتشينا؟ اسمه؟ كوتشينا لا قول له لما قالك بقالك كوتشينا قاطعكم قول له ليش انت مقاطع؟ كوتشينا كوتشينا لا بس يقطع يقاطعنا؟ يا وكعيون كوتشينا فيها جوكر فيها فيها اقدر قال بقاطعكم اقدر اقول بصير كبري تقاطعكم كبري كبري يا ولد أمك والله العظيم إنك كبري يا حبيبي كبري ولا كبهري بري بحري زي كذا والله كويس هذه هذه محل قريبة من والله كويس تعلم الولد كلمة واحدة إحنا بلانا جت أربع خمس كلمات والرجال للحين ولا الحين ما وقف ترى حالات السماجة والدب لك ما تفهمها يالله إنك ترزق قبلي واحد ما مطبخ على فطبخ يالله تخيل تطلع من الحين يالله إنك ترزق من شو إن طبعا حصين تطلع معي انت عارف تطبخ انا لا اوه وبحس انت ما تعرف تطبخ ما اعرف اطبخ الوجبات المشوي غالي يجيب لي كوسه يقول لك مجهزين القدور يا ابو حصه يعني كبسه مش ها يمكن اكله من يوشي ام عاد زي كشري فكني من اللي زي كشري الكشري اعرف اسمه لكن ما ادري وش شكله انا ما قد كلت لمرتين انا ما عمر كليته ولا ادري اكلت كشري انا ما عمر شفته انا لا اكلت ولا شفته ولا سمعت بس اكل مصري كل خلاص نطالب باشياء احنا نعرفها اشياء احنا معروفه تبغانا اليوم نخربها مع ابو علي انا نفسي خربها انا قال له جربت الموت يجيك ابو كلمه انا كلمتك على الاقل صوره 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 يمكن تعرف يا اخوي عطنا الصوره والله انك صادق لا تعلمني بس عطني نهايتها وشلون عشان اوصل للنهايه انا هي عطنا الشكل النهائي الشكل النهائي عشان احاول نجيب مثله يا اخي قبلها باسبوع عطنا كتيب ذاكروا الله يس يعني تبي تقراه كتيب والله يذاكرون تعرف الحين اعطانا صينية شاورما صادق ما هم قليل بس ياكلون والله في حاجات صعبة الفلفل الحين ما نعرف ان يحطوا فلفل فوق عن الصينية لكن قلنا اكيد في الوان احمر واصفر واخضر معناته انه تكون زينة فحطيناها اخر شيء ولا كذا بهارات ما اعرف ايش احط بهارات اقسم بالله بهارات ما اعرف بهارات اي بحصه بس حط كذا اي بس ما اعرف وش هذا زي ادواردو لا ايه في كمون في ملح والله يا ولد انت بالمره مره لا انا اعرف حاجات بسيطه تكفون للسجن ودهم يا لا 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 يا لا 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 اوف لو يجيك استسلم انا حمد القاضي يتفنن مو بيطبخ يتفنن اي والله صحيح لا قادر اخت حسين مذاكر الله عليك تحسين مذاكر بعضهم يعرف يطبخ لا ما يبقى تسيني شوارما قال خليها علي اعرف انا بس سويت طالب قبل كانوا يختاروا اقول لك بحس انا قطعت الفلفل بس ابهد بس وايد كشف ما خلاني اسوي شلون طبختوه؟ حرام ها؟
حط الزيت مع البصل مكس سوى كذا، حط اللحم الدجاج قطع صغار، هذه كبسه لا الشاورما، وعلى بلقلاية هاي، وحط البهارات ونخلص، حط القشطه خلطه بلقلاية هذا كله هاي، ونخلص حطه في الصينيه، حط فوق عنه الجبن، نحط الجبن، حطنا ذاك الفلفل، حطنا من النار رقم واحد بدو بعده قمنا 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 باقي 10 دقائق ساعة واحدة باقي 10 دقائق ساعة واحدة قول لي باقي 10 دقائق باقي 10 دقائق من يقول لك ساعتك ساعتك خربانة حبيبي ساعة يعني ثلاث ساعتها مخربانة وانت لا معطى اياها من جامع السلطان قابوس كفو كفو فاصلية 100% مستحيل تخرب ساعة تشوف باقي 4 دقائق تصير واحدة ساعة كنت رايح فيها خربانة ساعة ساعتك ايش وين؟ بس اسمع جامع السلطان قابوس نسيت لا اقول لك حاجة نسيت لا اقول لك حاجة خاصم زي اللهب ها خاصم ليه؟ 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 عشان قلت جامع ليه؟ كيف ليه؟ ما تجيب مصدر وش اسم الجامعة؟ جالس اسوق للجامعة اي والله حكومية جامعة حكومية ايش اسوق لها؟ وش الجامعة؟ حصلت من وين اشتريت ساعتي؟ ساعتي وين؟ ما معي ساعة كبك كبك من وين اشتريت؟ كبك ما ادري والله مناظرك مناظري ايش الماركه ذي اللي عليها مكتوبه ما ادري امسك اقرا فقط خياط ما فقر انجليزي حرامي ما يضحك على حرامي تعال والله ما نقدر نحاتي الياس اللي هو يقرا ويشوف يرد على روحه صح كلامه صحيح اها الكافي ايش ماركته يا بنيان صقر هذا الكاب سرقه والله كذي صدق والله الكاب مسروق هذا كاب اللاعب اللي جانا ها بذمتك اي والله هتان بهبري اي لاعب شو اسمه اتحاد حق اتحاد هتان بهبري شو اسمه تفت لاعب الشباب هتان بهبري تفت لا انت ابو عبد الله جنيغه اه لاعب شباب خذوه منه انا ما قلت انك تشيل انا كيفك وش شري مع نفسك هذا اللي شريه مع نفسك وش دلميان انا بروح اخذ طاقية اللاعب ذي عبد الله جاي خذها عبد الله شيخ مش تاخذ دلميان هذا وانت خذيت مع عبد الله والله بالله مو هو لا يشبه له وجه حاجة يشبه له ايش بيخلق مش شبه ربيع ايه سبحان الله نفس الشيء بالضبط مرة نفس الشكل سبحان الله سبحان الله هذا جاني هدية ايه والله جاني هدية الربع ما جاني هدية لا ايه هو هو بس قمنا شيخ قمنا ها قمنا ايه ضروري لا اله الا الله محمد رسول الله مش ما ياخذ القرعه ما متى ياخذه شو انا اشكر شوي ما لنا صلى يفتح النفس هذا لكن ما كانت كثير شوي بعد ليه بس سبحان الله ها فيها حمام سلام حق الحب سيري يا حمام طيف الروح وهاتي سلام ودي لا تحيات المودة على الطاير وهاتي